تفضل عارف نفسك. هيثم حموده. مطالب الميدان، كل حد ينزل الميدان يقول لك الميدان ده مفيش فيه طلب، مفيش اتنين بيقولوا نفس الطلب. هي طريقه العرض هي اللي مختلفه، بس اكيد في حاجات اساسيه الناس ما بتختلفش عليها. المحاكمه ده حاجه الناس ما بتختلفش عليها، ان انت تشيل الفساد، وهو ده اللي بيختلف ما بين واحد وواحد. الفساد لسه موجود في كل مكان، في كل الوزارات، في كل الاماكن. لما نيجي نحسبها كده، وزاره الانتاج الحربي لسه متنظفه من شويه، مش ممكن اقول لك لا، من شويه. وزاره الزراعه، وزاره البيئه، كذا وزاره، وزاره الصحه، الوزارات كلها. لكن لما نيجي نتكلم على التشكيل الوزاري، وايه راي بقى الميدان فيه، الميدان كله رافض التشكيل الوزاري ده، لان هو نفس اللي حصل اول ما جه حسام شرف. حسام شرف لما هبدا بيه بس كبدايه، حسام شرف راجل محترم وراجل كويس، لكن راجل ضعيف غير قادر على انتزاع صلاحياته من المجلس العسكري. هو ده سبب اعتراض الناس عليه. احنا ما بنعترضش ان هو الراجل جه من هنا وكلنا ايدناه لانه فعلا محترم و و و، لكن غير قوي كفايه ان هو قادر ان هو ينتزع صلاحياته من المجلس العسكري. الوزراء اللي جت، الوزراء مطلوب منه، بس عايز اسالك، هو عصام شرف، دكتور عصام شرف مريضا حاليا؟ انا عارف ان هو امبارح جاله وقت صحيه. بس معنى ذلك ان احنا معترضين برضو على ادائه. اكيد طبعا، ندعي له بالصحه والشفاء. اكيد طبعا، ولازم المجلس العسكري يعطي صلاحيات اكتر لعصام شرف، ويقتصر دور المجلس العسكري على الامن والاستقرار لحين عوده الداخليه. بالنسبه للوزراء مطلوب منهم اكتر من حاجه، كل وزير، ان كل وزير ما يجيش يقول انا هعمل وحاضر وان شاء الله وهتشوفوني بعد شهر وبعد 5 شهور، لا، يقول لنا انا هعمل وهعمل بالطريقه كذا 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 اللي هتوصلنا للشيء ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما قدرش، ما حاسس ان هو مش هيقدر يتفضل. ثلاثة، يشيل صف تاني وتالت موجودين لسه في قلب الوزارات، ما هم دول اللي احنا بنتكلم عليهم، لجنة سياسات ووي وي وي وناس كتير قوي موجودة. يعني انتوا غير راضيين عن التغيير اللي حصل؟ اكيد اكيد، لما ما لغاية ما يحلفوا اليمين، وبعد كده كل واحد يجي يقول بقى هيعمل ايه. مش يقول لك انا ان شاء الله هتشوفوا انا هعمل ايه، ان شاء الله مش هكفرونا بجد. عصام شرف قال لك انا لو في خلال، لو ما عملتش حاجة هرجع لكم تاني. طب اديك خلصت والمدة اللي انت قلت عليها خلصت. هقول نقطة مهمة جدا. من وقت الثورة، أول ما الثورة بدأت، كان إجمالي الدين العام 740 مليار. دلوقتي في خلال الست شهور دول أو الخمس شهور، إجمالي الدين العام بقى 1150. لو استمرينا على نفس النقطة دي، الناس اللي بتقول إن إحنا موقفين الاقتصاد، موقفين عجلة الإنتاج، مفيش عجلة أصلا ماشية، محدش يضحك على الناس ويقول لهم كده. رغيف العيش مش هتقدر تجيبه، الدولة مش هتقدر تجيبه. هيبقى بعد كده رغيف العيش اللي انت بتقول ان احنا عايزين نفضل هو زي ما هو، هو بشلن ده اقل رغيف عيش هيبقى بنص جنيه. وقتها بقى هيحصل ثوره الجياع اللي الناس بتقول عليها. فيا ريت نبدا نشوف حلول، نشوف حلول بس.